تحية لكم من العراقية الرياضية، نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين. الكاظمي يبارك للبطلين جراح نصار وفارس سعدون بإنجازهما الوطني والفوز في بارالمبياد طوكيو. أجزاء من الثانية تحرم العداء علي مبارك من تحقيق الميدالية البرونزية في بارالمبياد طوكيو. وسط أجواء مناخية صعبة، منتخبنا الوطني ينهي وحدته التدريبية الثانية تحضيرا لملاقاة كوريا الجنوبية في تصفية مونديال قطر. مانشستر يونايتد ينجز رسميا صفقة كريستيانو رونالدو، وريال مدريد ينسحب من المفاوضات لضم مبابي. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون فوزهما في الدورة البارالمبية في طوكيو. وكتب الكاظمي في تدوينة له على تويتر أنه يبارك للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو، متحدين الصعاب والظروف للوصول إلى الهدف، وذلك هو جوهر العراقي، مضيفا إلى أنه يحيي بقية الأبطال المشاركين ومتمنيا لهم التوفيق ومزيد من الإنجازات. هذا ويذكر أن جراح نصار حصل على الميدالية الفضية برمي الثقل بدورة الألعاب البارالمبية، بينما حقق الرباع فارس سعدون الوسام البرونزي في رفع الأثقال في الدورة ذاتها. وكان الرباع العراقي فارس سعدون قد حقق الميدالية البرونزية بالفعالية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو. وقال مراسل العراقي الرياضي أن الرباع فارس سعدون تمكن من إحراز الميدالية البرونزية بوزن أكثر من 107 كيلوغرامات. يذكر أن هذه الميدالية هي ثانية للعراق بعد الفضية التي أحرزها لاعب القوى جراح نصار بفعالية رمي الثقل. تعتبر لي الميدالية الثالثة، لأن حصل على ذهبية أثينا وفضية لندن وبرونزية طوكيو الحمد لله، وعندي طبعا ميداليات كثيرة على العالم مستوى العالم، بس الميدالية الأولمبية لا تقدر بثمن. هذه الميدالية الأولمبية الثالثة لي، وإن شاء الله أطمح إلى تحقيق أولمبياد فرنسا 2024 إن شاء الله. اليوم بالمناسبة أنا كنت أقدر أحصل على المركز الأول، لكن وعندي رفع 241 و245، لكن للأسف ملاحقة الرباع الأوزبكستاني لي كان ممكن نلعب يعني 50% إما فشل برونزية أو 50%. لعبت على المضمون؟ لعبنا على المضمون، عصفور باليد خير من عشرة على شجرة، يعني كنا نقدر أحصل ذهبية إذا ما لحقني لاعب الأوزبكستاني أذربيجاني أعتذر، ولولا ملاحقتي لي كان أقدر يعني أتنافس على 245. الحمد لله الميدالية اللي حصل اللاعب فارس سعدون هذا اليوم هي الميدالية الأولى في أولمبياد طوكيو لفريق رفع الأثقال، وكان من الممكن أن نحصل على الذهب، ولكن حقيقة يعني لعبت أنه حصل على الشغلة المضمونة أنه حصل ميدالية أحسن ما أنه ما حصل، لأن تعرف إحنا في رفع الأثقال عندنا في المحاولة الثالثة يصير بها شغل مدربين، فشفت اللاعب الأذربيجاني طالب محاولة، فما ردت أنه أجازف وانزع أطلب أشتغل على الذهب والفضة وأخسر البرونز، فاشتغلنا على البرونز والحمد لله الله وفقنا وحصلنا البرونز، وهي ميدالية أولمبية الثالثة للاعب فارس سعدون والأولى لمنتخبنا العراقي لرفع الأثقال. لقد حصلنا على المركز الثالث ميدالية برونزية، وكنا مصرين على أن نأخذ هذه الميدالية، وكنا إحنا مصرين على الذهبية والفضية لولا أن صارت بعض الأمور. ونشكر الأستاذ الكبير رئيس اللجنة عقيل الدكتور عقيل على مبادرته وعلى إعطائه كل ما يملك من خبرة ومن تدريب إلى الكادر التدريبي، وإن شاء الله يعني نحقق بالبطولات القادمة ميداليات أفضل.
تمكن العداء علي مبارك من الحصول على المركز الرابع بفعالية 400 متر بفارق 5 أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثالث، إذ تمكن مبارك من تحقيق زمن قدره 50 ثانية و90 جزءا من الثانية. فيما نال من الميدالية البرونزية اللاعب الكندي كانكارس زاكاري، ونال التونسي محمد فركات الميدالية الفضية، فيما حصل اللاعب المكسيكي رودولفو على الميدالية الذهبية. وبعد نهاية السباق قال مبارك في حديث للعراقية الرياضية، قال أنه كاد أن يكسب الميدالية البرونزية إلا أن ما حدث هو أمر غريب جدا وخسر بفارق بسيط، وتابع أن ما تحقق في أول مشاركة له في دورة الألعاب البارالمبية هو دافع معنوي كبير له، وتحقيقه لهذا الرقم يعد إنجازا شخصيا. يلا علاوي ثاني مستوى، يعني مستوى كلش رائع، يعني هو كان عنده 52 وسوى 50-90، والمركز الثالث هو حقق 50-85، فهي يعني 5 أجزاء يعني شيء قليل، بس الحمد لله والشكر هو سوى عليه وما قصر. هاي شو سوى؟ هاي سباقات يعني شو سوى؟ حسوا الإعداد لهذا اللاعب قادم الأيام يعني إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هو هذا اول اولمبيات له، والمستقبل ان شاء الله له ان شاء الله. كانت منافسه قويه بين اللاعب علي مبارك في 38 فعاليه 400 متر. كانت منافسه قويه بينه وبين المنافسين، الحمد لله والشكر انه الترتيب من الاول للرابع كان 50 ثانيه واجزاء، كان ترتيبه انه حصل على 50-90، بينما المركز الثالث 50-85. 5 أجزاء من الثانية كانت هي فاصل بين علي مبارك وبين نيل الميدالية البرونزية الأولى بحياته وبتاريخه الرياضي البارا أولمبي. الحمد لله والشكر اللاعب قدم ما عليه وزيادة، تحامل على الإصابة وأدى اللي عليه وأكثر، نتيجة كل زينة، مفرحة للاتحاد رغم أنه رابع، بس هي رابع بطعم البرونز. أكد رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد، أكد أن جميع اللاعبين بذلوا جهودا استثنائية خلال فترة الإعداد لبطولة طوكيو، مضيفا بأن الدعم لم يكن بالمستوى المطلوب من قبل الجهات المعنية. الشعب العراقي بهذا الإنجاز الكبير في ظروف استثنائية وصعبة جدا بالنسبة للجنة البارالمبية، وراح أتحدث عنها. تهنئة إلى رئاسة الوزراء، إلى وزارة الشباب والرياضة متمثلة بوزير الشباب، إلى الرياضيين، إلى الرياضة العراقية، إلى اتحاداتنا اللي ذبت جهود كبيرة خلال سنتين من جائحة كورونا لغاية اليوم، من 2020 اللي ما حصلنا على ميزانية. هذه التهنئة يمكن كبيرة بالنسبة لنا، لأن من تحصل إنجاز في ظروف استثنائية راح تكون الإنجاز إلى طعم آخر. الحقيقة مرينا بظروف الأغلبية ما تعرف، يمكن القلة جدا القليلة اللي تعتب على اللجنة البارالمبية أنه الرياضيين يتمرنون بيتهم. يمكن أنا سبق وأن تكلمت بالقناة العراقية الرياضية مع الأخ عهد وشرحت هذا الموضوع، أنه جائحة كورونا أغلقت الملاعب، اضطررنا أن ندرب اللاعبين في بيوتهم، وكنا متواصلين مدربين وإدارات نتواصل مع الرياضيين ببيوتهم لمدة 3 أشهر الفائتة. يمكن احنا في جائحة كورونا احنا متواصلين يوما بيوم، هذا مو شغلة سهلة. الأمور الأخرى اللي مررنا بها، ميزانية 2020 اللي ما حصلنا منها غير 31 مليون من 4 مليارات، اضطرتنا أن نوقف النشاط الداخلي تماما من أجل أن نحافظ على الإنجاز البارالمبي. تعرف الإنجاز البارالمبي مهم بالنسبة للعراق، مهم بالنسبة للدولة العراقية، مهم بالنسبة للشارع الرياضي، تعرف هذا تمثيل بلد. لذلك اضطررنا، هذه كلها جهود استثنائية وعمل إداري يمكن أقول لك مقنن، وعمل إداري ما أقدر أقول لك أكثر من أن يكون بشكل محترف. بعد تحقيقه للميدالية الفضية برمي الثقل، أهدى لاعب منتخبنا الوطني جراح نصار الفوز إلى الشعب العراقي والقوات الأمنية وجميع رياضي العراق. قدرت أن أحصل على الوسام الفضي
بطعم الذهب في أولمبيات اليابان، وقدرت أن أرفع اسم العراق عاليا، فأهدي هذا الإنجاز إلى العراق وإلى قوات الأمنية والحشدنا الشعب المقدس وإلى الشهداء وإلى اللجنة البرلمبية وإلى اتحاد ألعاب القوى والمدربين، وأهدي لكل شخص كرم جراح وساعد جراح. أنا عندي ميداليات 20 وسام ذهبي، 20 وسام ذهبي عالمي وأولمبي وآسيا وأوروباسيا، فالحمد لله يعني إنجاز كبير جدا. والله الرياضة قدمت لي يعني وجوه طيبة والحمد لله، شكرا لكل رياضة ساعدنا وكرمنا. فإحنا نطالب من الحكومة أن تعتني بالرياضة البطل الأولمبي إلى قيمته البطل الأولمبي. جراح نصارى سعد بالعشرين وسام ذهبي، وهاي فضية أولمبيات اليابان، بطل أولمبي شي يجيب بعد؟ هو الأولمبي هو حلم كل رياضي يتأهل مو يجيب إنجاز. فإحنا الحمد لله تأهلنا، حصلنا الوسام، رفعنا اسم العراق عاليا، وأنا هم سعيد جدا فرحة الشعب العراقي بهاي الميدالية، يعني حتى نسيتني همومه كلها. من مكان بسيط وبدون مدرب خرج البطل البارالمبي جراح نصار ليسجل إنجازا عراقيا وعالميا بحصوله على الميدالية الفضية برفع الثقل في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو. من زاوية مهملة يضيء الرياضي العراقي جراح نصار صفحات إنجازه العالمي. الموهبة والعزيمة هي من أوصلت ابن قضاء البطحاء غرب الناصرية إلى مراكز متقدمة وإلى بطل حلق من سماء العراق إلى العالمية. جراح بطل أولمبي كلها تدريبة، وجراح الحمد لله رفعت رأس العالم والعراق، وجراح إمكانياته البسيطة هاي اللي دربها شوفونها هذول ياهن، وهذا منه الحوش كلها الدمة ديش الطافة كلها فلش شوف حاطين شينك وخشب ولا صار بيه. بطل جراح أصر على الإنجاز رغم الظروف الموجودة، يعني رغم تمرين اللي بالمحافظة عبء ثاني اتمرن بهاي الساحة الخربة اللي موجودة وجاب الإنجاز. بهذا المكان البسيط وبدون مدرب انطلق جراح ليهدي العراق فضية البارالمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة، واضعا مدينته والعراق داخل المنجزات الرياضية العالمية. البطل جراح من هاي المعاناة ومن هاي البسطيات البسيطة وهذا العمل الشرف تفوق بمهارته وتفوق من مهنته، وبدأ يعمل وبدأ يتمرن وبدأ ينمي موهبته هذه اللي وصل لهذا الإنجاز العالمي. السوق البسيط هنا كان شاهدا على ولادة بطل عالمي لم تقف المعاناة والصعاب حائلا دون تحقيق أحلامه الكبيرة. نشتغل ببسطية هاي وأنا وياه، مرات يشتغل يروح حصل له يروح يلعب بيهن على حسابه، نروح الناصرية على حسابه، يعني وين ما كان على حسابه، وهذا فاز الإنجاز هذا فخر إنه للعشيرة وللعراق كله. من مدينة البطحاء غرب الناصرية لؤي الرفاعي، العراقية الرياضية. إذن مشاهدين الكرام، عن هذا الإنجاز العراقي الكبير ينضم معنا والد البطل البارالمبي جراح نصار. مرحبا بك حاج نصار، أهلا ومرحبا بك ويانا بالنشرة. أهلا بكم عمي، أهلا وسهلا، أهلا بكم، مرحبا، حياك الله، أهلا ومرحبا حاج نصار. يعني اليوم نريد تحكينا شوية على هذا الإنجاز الكبير بتحقيق الميدالية الفضية، وشلون استقبلتوا خبر تحقيق جراح لهذه الميدالية وهي ميدالية طبعا كبيرة؟ والله عمي احنا جراح مو بس فرحنا، احنا فرح الشعب العراقي كله، فرح الايتام، فرح الناس الحس، هو داعي الحس الشعبي من العراق كافة، وبطل يعني رفعت راس جراح الله يسلمه، وبطل اولمبي جراح، ويعني شفته شلون هداه، هو طلع بالاعلام هداه اول ما هداه للعراق. صحيح، زين فرحتنا احنا كبيره طبعا، انا والدي ووالدتي واخواني وعمامي كلهم فرحانين بي، ويعني ما شاء الله فرحه ما تنوصف، ربع عالم العراق بالدول اللي قالب مش هنا طبعا. اكيد، والله يديم عليكم هذه الافراح ويديمها على العراق ككل، لان جراح بهاي البطوله هو يمثل كل العراق. طيب حاج نصار،
آمين. طيب حاج نصار، فترة التدريب اللي يدرب بيها جراح، يعني شلون كان يتدرب بالبيت، خاصة اللعبة اللي هو يعني محقق بيها الفضية، هي لعبة تحتاج إلى مساحات، تحتاج إلى مسافات طويلة برمي الثقل، شلون كان يتدرب عندكم بالبيت؟ والله جراح ان بيتنا يعني متواضع، مش يعني ذاك البيت، بس هو جراح مخلينا زاوية هيك بسيطة ماكو يتدرب بيها، هو رميته أبعد من البيت، بس هو يتدرب تدريب على مود شوية، بس يعني بعض مرات تطلع بالسيارة برا، بعض مرات لا والله بالبيت يتدرب هيك، يعني بيت متواضع يمكن شفتوه بالصورة، وإمكانياتي عادي بالنسبة لي، بس أنا ما عندي مكان مال تدريب وشي هاي. بس يتدرب بالبيت، بس اذا راح مثلا بغداد او معسكر منك لا يدربونه منها. تقريبا هنا البيت هذا المتواضع والحمد لله جراح يا بن جازي والحمد لله والشكر. الحمد لله، زين حاج نصار شلون جراح كان يوفق بين العمل والتدريب؟ يعني وقته باليوم شلون كان يقسم بين عمله وبين تدريبه؟ جراح كان يشتغل الصبح بالخضره اكتب خبر عنه، والعصر بعض المرات يخلي اخي الزغير بالمكان البسيط وهو يروح للتدريب، بعض المرات يعني يخلي الشغل يروح يتدرب شويه، يعني التدريب اهم عنده من البسيط. عنده اصبر هو تعبان، عنده وليد وحيد واربع بنات، هو وليده تعبان الله يكافي كمشر شويه مريض صحيح، فمشكور سيد عدنان برجال شويه ساعدنا به ووديته العلاج، عالجته انا ان شاء الله هسه تماما للشفاء، وبس بعد عوده في عمليه بالعراق لازم هم اسوي له عمليه ثانيه بالعراق، وان شاء الله خير. ان شاء الله خير. زين حاج نصار، بما انه ذكرت موضوع مرض ولده، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، انه شلون اثر به مرض ابنه، وشلون كان يتدرب، وشلون حتى يعني من سافر ومن راح شلون كان يتواصل وياكم ويطمئن على ابنه؟ والله يا عمي ابني تعبان ما شاء الله يعني، بس شنو شغلته هذه ما تيم بس جراح، هذا تيم بلد كامل، يعني مو بس جراح ابنه تعبان، العراق كله يتنوع له، العراق كله يدعي له، العراق كله يقول يا الله ينجح جراح، يا الله يعني يعاون جراح شويه على هاي الشغله، جراح الله يسلمه عرب عندنا هنا كلها تتنوع له وكلها تدعي له بالخير. جراح ابن مريض صحيح، ولكن العراق ادى من كل شيء. جت هو عروض، جت دول يعني ترددته عرضوا عليه الجنسيه، عرضوا عليه، بس تعال سافر من هنا يعني نكرمك، ما خليته يطلع جراح، قلت له احنا العراق ما نطلع، نموت من حيل العراق هنا. زين زين حاج نصار، يعني انت ذكرت انه وزير الشباب والرياضه هو ساعدكم، طيب اكو مسؤول اخر ساعدكم، اكو احد مد لكم يد العون، يعني شنو الرساله اللي انت اليوم تريد توصلها من خلال شاشه العراقيه الرياضيه؟ نذكر شاشه العراقيه، سيد عدنان ما قصر يعني ساعدنا بعلاج جراح، بس ماكو عندنا امكانيات، هو جراح حاليا ساكن معي انا بالبيت. زين جراح ساكن ببيت، يعني هم سجلوا قطعة قديمة بس القطعة باحة، يعني ما لا علاج عندي، لا يقدر مثلا انا والدي تعبان عندي هم سكر داخل بالله، ويعني امكانياتنا ما اكثر مطلب جراح اللي يبي للعلاج يعني. زين المن تناشد اليوم حاج نصار، المن تناشد اليوم من خلال شاشة العراقية الرياضية؟ أناشد الناس الخيرة، أناشد السيد الكاظمي، أناشد الناس اللي عندها الله مرزق عليها يعني ومنعم عليها، يعني الناس بالخليج التجار، الناس الخيرة، الناس يعني تنظر للبطل الأولمبي اللي رفع علم العراق بالمحافل الدولية، الناس الخيرة يعني الوزراء، الناس يعني الناس الكبار، الناس التعبانة أنا ما عندنا حق عليها احنا، والناس هاي المسيره انا يعني ما ابيك شيء، بس الناس الدوله العراقيه لازم تنظر لهذا البطل الاولمبي، صحيح هو من ذوي السيادات الخاصه، بس يعني بطل اولمبي رفع علم العراق، رغم انه يعني قصير الخامه، رغم انه معاناته مع ابنه، رغم انه معاناته مع والده وبنيات عنده، هو بنيات اربعه وولد معوق،
بس هو يعني بطل اولمبي انجاز صحيح طبعا. ناصر تعرف فريق ما يهبط انجاز جراح. والد البطل البارالمبي جراح نصار شكرا جزيلا لك. أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء وحدته التدريبية الثانية في العاصمة الكورية سيول تحضيرا لمباراة كوريا الجنوبية الخميس المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. خاض لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريب. الحمد لله وشكر، أتمنى ثلاث يوم المباراة رغم الأجواء الممطرة، لكن مركزين وجاهزين إن شاء الله، نعرف قيمة هذه المباراة تعني في بداية التصفيات. كل اللاعبين جاهزين إن شاء الله هذه المباراة، إن شاء الله ثلاث نقاط ننطلق إن شاء الله بالتصفيات إن شاء الله. الحمد لله التحقت ويا المنتخب الأول وخلصنا التدريب الأول، وإن شاء الله ندري شلون منتخب الكورة يلعب ومعنوياتنا زينة للمباراة، فإن شاء الله نحقق يعني مباراة زينة وناخذ النقاط الثلاثة. الحين نحمد الله ونشكره، صاروا حتين تدريبيه اليوم، الوحده التدريبيه رغم الامطار بس كانت وحده جيده، ان شاء الله نؤدي الجماهير ان شاء الله بالفوز، وان شاء الله نتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني، كل اللاعبين جاهزين، كل اللاعبين عازمين على الاصرار وعلى النتيجه وعلى الظروف المباراه والظروف بدنا نعيشها يعني بصراحه بكوريا، يعني ظروف يعني شويه يعني رغم تاذينا بس نقول الحمد لله والشكر، ان شاء الله نجيب نتيجه ايجابيه ونرجع القطر ان شاء الله، عندنا مباراه هم ثانيه ان شاء الله نحصل على الست نقاط ان شاء الله الكامله للمنتخب الوطني. طبعا مباراه صعبه جدا، احنا كلاعبين كنا مركزين يعني من خلال الوحدات التدريبيه عن اشوف اللاعبين مركزين تركيز عالي، تعرف اول مباراه عنا، الكل تعرف قيمه هذا المباراه امام كوريا، منتخب صعب لكن نستطيع انه احنا نفوز ونقدم مباراه كبيره، وخاصه احنا كل لاعبين يعني كل لاعبين يعني لهم دافع معنوي انه يقدمون مباراه كبيره، وان شاء الله انه هاي المباراه تعتبر المباراه الاولى ان بالمجموعه، ان شاء الله انه نخطو خطوه جيده ونقدم مباراه كبيره ان كلاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الوحده الثانيه بعد وصولنا الكوريا، الحمد لله والشكر، معنويات عاليه مثل اجواء ممطره اليوم، لكن راح نتعود على هاي الاجواء، اعتقد بالمباراه راح تكون امطار وان شاء الله نوعد الجمهور بنتيجه طيبه. يتواصل دعم المنتخب الوطني في عموم محافظات العراق ومؤازرته لكتابة تاريخ جديد للكرة العراقية وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية. نلعب ملعب كوريا، مباراة صعبة راح تكون، فريق قوي، فريق متكامل، فريق الكوري، إن شاء الله نتمنى نطلع بالتعادل، أتوقع هي أفضل شيء للمنتخب العراقي. زين كابتن، اليوم الغيابات برأيك اللي موجودة راح تأثر على المنتخب؟ أكيد يعني أنت تقول غيابات أسماء مهمة، ميمي أعتقد على عباس ما راح يلعب، اعتقد راح نعاني قدام الفريق الكوري. اتمنى من كل قلبي الفوز الجبار والساحق لمنتخبنا العراقي الوطني ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله احنا متوقعين منهم انه يفاجئونا بالانتصارات والفوز وينتصرون على الفريق الكوري بكل جداره ان شاء الله، ما نقول احنا هالقد هالقد هالقد، بس الله سبحانه وتعالى ان شاء الله وياهم، والفوز لكم يا اولادنا وابناء الرافدين، تستاهلون الفوز بجداره ان شاء الله. اذا ما خلينا شوي نتفائل، خلينا نقول لغه الارقام، ايش قد تتوقع؟ لغه الارقام اني اذا هاي بدي احبهم كلش، فاتمنى من كل لاعب هدف، بس ان شاء الله خلينا نقول 2-1. والله احنا املنا بلاعبينا كبير كلش، يعني بصراحه العراقيين مشهودت لهم انه بوقت الشده يأدون، والدليل انه فزنا على ايران، يعني فوز كبير كان على ايران، وانا اتوقع يعني ان شاء الله املنا كبير بلاعبينا انه يعني اقل شيء اذا تعادل هم يخدمنا ان شاء الله منتخبنا الفوز، لان منتخبنا يستحق الفوز وبجداره رغم الظروف الراهنه اللي يمر بها بلدنا الجريح، ولكن لدينا دافع قوي وحافز، وهدفنا الوحيد هو إنجاز التغيير وتقديم الفوز إلى عراقنا الجريح. فالمعسكر دخل بمعسكر يعني في تركيا وبإسبانيا، يعني صارت عنده فكرة واضحة عن اللاعبين الموجودين، يعني أتوقع اللاعبين الموجودين الجيدين هم راح يخدمون المنتخب في هذه المباراة، والسود الرافدين مو غريب عليهم زين يحققوا النتيجة إيجابية للمنتخب العراقي إن شاء الله.
ذكر مدير دائرة تراخيص الأندية ماجد ثامر ذكر أن اللجنة قدمت طلبا للاتحاد الآسيوي لتمديد الفترة المحددة لرفع ملفات التراخيص حتى تستطيع الأندية تسديد ما بذمتها وإنهاء الشكاوى الخاصة بها. وقال ثامر أن أغلب أندية الاتحاد الآسيوي ومنها نادي القوات الجوية رفعت ملفاتها وأكملت التراخيص باستثناء أندية الزوراء والشرطة والنجف بسبب الديون، وتابع أنه في حال لم تحصل الموافقة فسيكون الموقف صعبا جدا ولن يملكوا أي خيار آخر، وإذا تم ترخيص ناد غير مستوف للشروط فستتم معاقبة النادي والاتحاد. سمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية اللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد مديرا إداريا لفريق الكرة. وقال محمد إن القوة الجوية فريق كبير وعريق وإن العودة إليه من جديد تمثل سعادة كبيرة بالنسبة له، وأضاف أن القوة الجوية يمتلك مقومات المحافظة على اللقب والاستمرار بتقديم المستوى الذي قدمه الموسم الماضي، مبينا أنه يتواجد حاليا في السليمانية بسبب ارتباطه ببعض الأمور العائلية وسيتواجد في بغداد خلال الأيام المقبلة. حددت لجنة الصالات الشاطئية في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم الموعد النهائي لدور الكرة الشاطئية بين فريقي مصاف الجنوب ومصاف الوسط. وقررت اللجنة إقامة مباراة الاختتام للموسم 2021 يوم الجمعة المقبل، والتي ستقام على ملعب الاتحاد داخل مجمع وزارة الشباب والرياضة. أنهى منتخب الناشئين والشباب مشاركته في بطولة آسيا بالملاكمة التي اختتمت في مدينة دبي الإماراتية بحصيلة جيدة بلغت 5 أوسمة ملونة. في ختام نزالات بطولة آسيا للناشئين والشباب بالملاكمة والتي تصدرت كازاخستان فيها البطولة فرديا وفرقيا، جرت لقاءات بين وفدنا المشارك والفرق الآسيوية الأخرى لغرض التعاون المشترك في إقامة المعسكرات وتبادل الخبرات لتطوير واقع رياضة الملاكمة في العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا سعيد جدا لنتائج هذه البطولة وفخور بأننا نلتقي مع الفريق العراقي وما حصلوا عليه من نتائج طيبة باعتبارهم يشاركون للمرة الأولى، لذا نحن نمد يد التعاون للعمل سوية العراق وكازاخستان. وهذا رئيس الاتحاد يود التحدث إلى قناتكم. السلام عليكم. الرياضة هي أحسن الطرق لتقريب الشعوب، وها نحن نلتقي مع أخواننا العراقيين لاعبين وأعضاء اتحاد، وسنقيم معهم جسورا للتعاون المستقبلي إن شاء الله. فيما حصل لاعبنا محمد أنور على المركز الثاني بعد خسارته النزال النهائي أمام نظيره الكازاخستاني، وليجمع منتخبنا 3 أوسمة برونزية ووسامين فضيين في البطولة. حصول المنتخب العراقي للناشئين والشباب على 5 أوسمة ملونة دون الذهب يدلل على الحاجة إلى الاهتمام برياضة الفن النبيل في العراق للوصول إلى الذهبية. باسم الفضلي، العراقية الرياضية، دبي. اختتمت في محافظة دهوك بطولة الأندية العربية للأندية والمنتخبات بالكيك بوكسينج بمشاركة واسعة وبنجاح كبير للجنة المنظمة لهذا المحفل العربي. خير من بطولة الكيك بوكسينج المقامة في محافظة دهوك منافسة قوية بين الأندية المشاركة، وعلى مستوى الأنظمة الثلاث الفول كونتاكت والبوينت فايتينج والكي وان في هذه البطولة. وجود العرب بمحافظة دهوك كان تجمع أو عرس عربي كبير. انتهت البطولة فرقيا فوز المنتخب العراقي بالمركز الأول، وأندية لحد الآن حاليا خلصت البطولة هم دا يعدون بالأندية اللي فاخذ الأول والثاني والثالث. اختتمت اليوم البطولة العربية للأندية والمنتخبات، وحصل العراق في الفئات المتقدمين للمنتخبات المركز الأول بنظام الفول كونتاكت، والمركز الأول عربيا بنظام الكيوان.
أما بالنسبة للأندية فهذا نادي الحدو، نادي المصافي المركز الأول ونادي الكوت المركز الثاني عربياً. نشكر جميع الجهود المبذولة في محافظة دهوك. شاركت مختلف الأندية المحلية في هذه البطولة، وأفرزت هذه المنافسات العديد من الأبطال المحليين الذين حققوا أوسمة مختلفة في هذه البطولة. دي أول مرة ننزل العراق في بطولة المنتخبات العراقية أو البطولة العربية للكيك بوكسينج، والحمد لله عملنا ترتيب ثالث على مستوى العرب. كنا مشاركين بعدد 8 لاعبين وخمس بنات، والحمد لله نتيجة مشرفة بالنسبة لمصر، ودي تعتبر أول بطولة عربية بيشارك فيها الاتحاد المشهر من خلال سنة، اللي هو الاتحاد المصري كيك بوكس متأسس بقاله سنة منفصل. شارك فريق نادي المصافي الجنوب في البطولة العربية، الأنظمة فول كونتاك واللايت كونتاك والفوت باينتينك، وقد حصل نادينا على 6 أوسمة ذهبية في اختتام البطولة. أسدل الستار عن البطولة العربية للكيك بوكسينج للمنتخبات والأندية، والتي حققت نجاحا كبيرا أشادت به جميع الوفود العربية المشاركة. سرايات العراقية الرياضية دهوك. إذن مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وتتابعون فيها.